غيرها متوشحا سيفه. قال يا عمر ما شأنك؟ يعني العادة أن الواحد ما يلبس سيفه، ليه انت داخل يعني مكة ولابس السيف؟ في شيء عندك حامل الرشاش ليه؟ قال أريد محمدا، فوالله لا يفارق سوادي سواده حتى أقتل. ذكر بعض أهل السير أن هذا الرجل من بني زهرة كان مسلما، وذكر بعضهم أنه لم يكن على الإسلام، فقال له تعمد إلى محمد وهذا زوج أختك على دينه وقد تبعه؟ يعني الآن هذا الرجل يبغى يصرفه من جهة إيش؟ من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحوله إلى جهة أخرى. فغضب عمر فاتجه مباشرة إلى بيت سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. سعيد بن زيد هذا من عشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وأبوه زيد بن عمرو بن ابن نفيل، وأظن جرى شيء من سيرتي في الدروس الأول قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فتوجه عمر رضي الله عنه إلى دار سعيد بن زيد زوج أخته من؟ فاطمة بنت الخطاب. وكان عندهم خباب رضي الله عنه وأرضاه يقرئهم القرآن، عنده ألواح من القرآن فيها كلام الله عز وجل، وجالس يقرئ فاطمة ويقرئ من؟ سعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين، يعني يتلون ويتدارسون كلام الله عز وجل فيما بينهم. فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوت عندما اقترب من البيت، فلما طرق الدار خباب سمع هذا صوت عمر، يعني علم خباب أن الموت، وعمر بن الخطاب ما يتفاهم، دائما سيفه إيش واقف رضي الله عنه وارضاه. ولذلك لما جاء واحد من يعني هذا بعدين في المدينة، لما جاء واحد من المنافق قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق، ما عند عمر على طول جاهز لضرب عنق المنافقين رضي الله عنه وارضاه. فمباشرة خباب رضي الله عنه اختبأ في البيت، وقامت فاطمة رضي الله عنها فخبأت الألواح، فدخل عمر قال ما هذا الصوت الذي كنت أسمعه في البيت؟ قالت لا شيء، إنما هو سعيد كنت أتحدث أنا وياه. قال لا، أنا سمعت صوت آخر وطبيعة في الصوت غير سعيد بن زيد. سحب نفسه رضي الله عنه وارضاه، ما في مواجهة لعمر، لأن عمر ذو طبع حاد شديد الانفعال، وربما يؤذي وربما يقتل. فخرج أو يعني تنحى عنه سعيد بن زيد، فقال لأخته وبيدها بقي شيء من الألواح ما هذا الذي في يدك؟ قالت ألواح فيها شيء من كلام الله. قال لقد سمعت أنك صبأتي. قالت لا، وإنما شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال هات الألواح، فامتنعت، فقام عمر فإيش فصكها صفع أخته صفعة واحدة حتى شج وجهها، يعني جرح وجهه فأخذ الدم يثغب. فلما رأى عمر حال أخته ودمها يثور تألم، فقال لها هاتي هذه الألواح. فقالت إنك رجس والله لا تأخذها أبدا. فقال لها فإن شئت، يعني إذا أردت أن أخذها. قالت فاغتسل وتطهر ثم خذها. فذهب رضي الله عنه وأرضاه فاغتسل ثم جاء وأخذها. والألواح إيش فيها؟ قرآن فيها كلام الله عز وجل الذي إذا لامس القلوب تغيرت، فإذا فيها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى إلى الآيات
الأولى من سورة طه. خباب الآن مختبئ، لما سمع عمر قرأ هذه الآيات ورق وخضع خرج رضي الله عنه وأرضاه، قال والله يا عمر إني لأرجو الله أن تكون أنت أحب العمرين إلى الله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم عز هذا، اللهم عز الإسلام بأحب العمرين إليك. خباب الآن فرح ربح، هذا خليني أبشر عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم سعيد بن زيد فقال دلوني على مكان رسول الله، فدل وين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ها يا جماعة في دار الأرقم الآن، أحد داريبه؟ ها أحد عارف في دار الأرقم؟ ما أحد يدري أنه في دار الأرقم. فلما ذهب انطلق عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما وصل رضي الله عنه إلى دار الأرقم، الآن إيش وضعه الآن عمر رضي الله عنه؟ إيش تركيبته؟ متوشح سيفه، وجاء له هدير رضي الله عنه، يعني هذا منظره بس بالسيف كذا يومي بالهلاك بالموت. فقام الصحابة وإذا بعمر يطرق الباب، بعدين طرق عمر يعني تعرفون، فقام رضي الله عنه الصحابة من وراء الباب، تعرفون بيوت الصحابة رضي الله عنهم ما هي زي بيوتنا الآن، الباب فيه خلل فيه شقوق ثقوب، فأخذ ينظر فإذا بعمر رضي الله عنه فرجع، قال يا رسول الله عمر بن الخطاب متوشح سيفه وإن الشرر يتطاير من بين عينيه، يقول يا رسول الله عمر شكله جاي بالشر. هنا إيش اللي صار؟ الأسد اللي أسلم قبل ثلاث تروا بين الإسلام عمر وإسلام حمزة ثلاثة أيام، هذه من المصائب التي نزلت على قريش. الأسد اللي أسلم قبل ثلاثة أيام قال دعوه عمر أنا أتفهم معه دعوه، فإن أراد خيرا قبلنا منه وإن أراد شيئا قتلناه بسيفه. هذه الفتوة يا جماعة، هذه الشكيمة، هذه القوة، ما في ضعف في الإسلام ولا جبن ولا خور ولا ذلة ولا هوان، إنما العزة بدين الله عز وجل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، متى؟ يوم انهزموا في غزوة أحد نزلت هذه الآية وأنتم الأعلون، لتبين أن العزة لله ولرسول المؤمنين وإن كانوا في فترة الضعف. فدخل عمر رضي الله عنه وأرضاه، أول ما دخل وجاء أخذه النبي عليه الصلاة والسلام بمجمع ثوبه ثم هزه وقال له يا عمر أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكبر كل من كان في المجلس وفي الدار حتى سمعت أندية قريش الذين هم حول المسجد حول الكعبة بتكبير المسلمين، فعلموا من ذلك اليوم أن المسلمون في دار الأرقام. لأن أسلم عمر رضي الله عنه، لما أسلم عمر المخطب إيش سوى؟ قال شوف يا رسول الله ترى أنا كنت رجل صاحب شكيمة وصاحب مكانة في قومي وصاحب كذا، الحين لازم إيش؟ لازم تعطيني وزارة من الوزارات، ولا تعطيني بئم، ولا تعطيني شبح ولا حوض، لازم الآن تنعم علينا عشان نبقى معك على المنهج على الدين، ما في نعيم الحين ترى بيرجع زي ما كنا. ها قال كذا رضي الله عنه، حاشاه رضي الله عنه وارضاه. أول عمل يا جماعة عمله رضي الله عنه خرج مباشرة قال من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هو الرجل الذي يحارب الله ورسوله؟ يا جماعة أقسم بالله الذي لا يقسم إلا به، لو لم تأتنا هذه الأخبار بأسانيد
بينة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار لقلنا أنها من نسج الخيال. رجل في لحظة واحدة ساعة واحدة ينقلب 180 درجة من العداء لله ولرسوله إلى أن يكون وليا من أولياء الله، مدافعا عن دين الله، زائدا عن حياض الإسلام. خاله أبو جهل صاحبه في الجاهلية بينه وبينه علاقة وطيدة وأخوة وتجارة ومال وكذا، في ثانية في دقيقة تتقطع كل الأواصل. ثم يقول: من أشد الناس حربا لله؟ قالوا أبا جهل. فخرج رضي الله عنه ثم طرق باب أبي جهل وقال له: أما علمت أبا جهل؟ قال: وما؟ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. خرج ليغيظ أبا جهل لأنه يكره النبي عليه الصلاة والسلام. أبو جهل يكره الرسول، فخرج عمر لكي يغيظ أبا جهل. هذا الولاء والبراء يا جماعة، هذه البراءة من أعداء الله. الواحد يتربى على الإسلام منذ أن نشأ من طفولته إلى أن يبلغ 30-40 سنة، ثم بعد ذلك يحب الكفار ويوالي الكفار وينام مع الكفار ويدني الكفار ويقرب الكفار، بل وربما أحب الكفار أكثر من المسلمين. أين الولاء لله؟ أين العداء لأعداء الله؟ هذا رضي الله عنه ساعة دقيقة لحظات معدودة ثم يخرج إلى أحب حبيب إليه ثم يعلن عداءه له لأنه كافر يحارب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم كان منطلقا من بلاد نجد إلى مكة ليعتمر، وهو ما زال على الشرك، فأخذته خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إلى المدينة. في قصة طويلة الشاهد أنه أسلم ثم قال: يا رسول الله، لقد أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة مكة. فقال: امضي. فمضى ثم أدى عمرته ثم جاء إلى أندية قريش زملاءه وقال: أقسم بالله لا تأتيكم حبة حنطة من أرض اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله. مقاطعة اقتصادية 100%، لأنكم تحاربون الله ورسوله. نحن اليوم يا جماعة مسلمين نتربى على الإسلام أكثر من 20 سنة، ما قدرنا نتخلص من قشطة بوك وجبنة بوك وما أشبه هذه ممن أعلنوا حربهم لله وسبوا رسول الله وآذوا رسول الله وتهكموا وتهجموا في جرائدهم ومجلاتهم وتلفزيونهم وقنواتهم وإذاعاتهم وكل ذلك، ومع ذلك ما نريد أن تبذل الأرواح والمهج والأنفس، إنما نريد أن نعلن ولو يعني شيء بسيط من الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من الولاء لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ولو بقطع مثل هذه المنتجات. ضعف يا جماعة، والله هزال هزال إلى أعظم ما يكون من هزال في الولاء لدين الله عز وجل. يخرج عمر رضي الله عنه وأرضاه فيقول: ما أشفيت علي لهذا أبو جهل؟ أخبرته فأغلق الباب أمام وجهي وذهب. فذهب إلى واحد ثاني نفسه قد يغلق الباب، فجاء بعد ذلك قال: وين إذاعة لندن؟ ترى في إذاعة لندن من زمان من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. من أنشر القوم من الخبر؟ قالوا: جميل بن معمر، هذا إذاعة لندن من تكارلو. أول ما جاء قال له: أما علمت يا جميل؟ قال: وما؟ إيش اللي صار؟ قال: أني أسلمت. قال هذا اللي يروي القصة عبد الله بن عمر، قال: فوالله ما أعادها على عمر، يعني ما قال له والله صدق أسلمت، قال إنما مباشرة انطلق حتى وقف عند باب المسجد ثم أخذ يصرخ بأعلى صوته: ألا إن عمر قد صبى، ألا إن عمر قد صبى، ألا إن عمر قد صبى. وعمر وراءه يقول: كذبت بل أسلمت، كذبت بل أسلمت. فلما سمعت أندية قريش عمر بن الخطاب قد يعني دخل في الإسلام وصبا، قامت ثارت سائرة قريش. يقول ابن الجوزي: حتى سال بهم الوادي، تعرفون مكة في وادي أصلا، حتى سال بهم الوادي وعمر بن الخطاب واقف رضي الله عنه وأرضاه. جاءوا يضاربون عمر بن الخطاب، يقاتلون عمر بن الخطاب، فأخذ عمر
يقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه حتى إذا تعب. تعرفون ماذا يصنع؟ إذا تعب أخذ سيدا من ساداتهم. يقولون أول واحد أخذ عتبة بن ربيعة، أخذ ثم وضعه تحت ركبته ثم خنقه ووضع أصبعيه في عينيه وقال والله لأسملن عينيك إن لم تذد عني القوم، يعني والله لطلع عيونك إذا ما قلت لهم وخروا مني، فينكشفوا عنه فيرتاح عمر، يأخذ فترة راحة والرجال تحت رجوله حتى إذا ارتاح تركه. ثم قام عمر لوحده ترى ويقاتل مئات رضي الله عنه والله، هذا من قوته رضي الله عنه. حتى إذا تعب أخذ رئيسا من رئيسهم أو سيدا من ساداتهم ثم جعله تحت ركبته وفعل به كما فعل بعتبة بن ربيعة. حتى إذا ارتاح عاد إليهم يقول حتى ركدت الشمس، نزالت نزلت الشمس، هو من الصباح من الضحى وهو في مضاربة رضي الله عنه وأرضاه. فلما فتر جاء العاص بن وائل، هذا العاص بن وائل خاله، كانوا أحلاف بني سهم مع بني عدي، فقال لهم ما لكم للرجل؟ قالوا لقد صبى. قال ما لكم للرجل قد اختار لنفسه دينا، ايش دخلكم فيه؟ رجل اختار لنفسه دينا فليفعل ما يشاء. يقول فانكشفوا عنه كأنهم ثوب كان مغطي على عمر، ثم انكشفوا عن عمر رضي الله عنه وارضاه. هذه ذكرها الإمام أحمد بن حنبل في كتابه فضائل الصحابة، وهي بإسناد حسن في سيرة عمر رضي الله عنه وارضاه، وذكر ابن إسحاق أيضا فيما رواه هنا. هذا شيء من خبر إسلامه رضي الله عنه وارضاه. بعد هذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال نعم. السلام لكن طولت بس. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ألسنا إن حيينا على الحق وإن متنا على الحق؟ قال بلى والله. قال فعلى ما الدنيا؟ ليش احنا خايفين؟ والله إن نخرج. اعذروني يا جماعة أحيانا أتكلم بالعامية لكن أشعر أحيانا أنها أقرب في إيصال المعنى إلى النفوس. والله لا نخرجن يا رسول الله ولا نطوفن حول الكعبة. ثم وقف الأسدان على صفين صماطين، صف الصحابة صفين، صف وراءه 20 وصف وراءه 20. كم كان عدد الصحابة لما أسلم عمر بن الخطاب؟ كان عددهم 39 وكان 40 منهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. صف الصحابة خلفه. يقول ابن مسعود والله ما زلنا أعزه منذ أن أسلم عمر. يقول فخرجنا ثم وصلنا إلى هنا. عبد الله بن مسعود وبعض الصحابة الذين هم يعني مستضعفين وكذا يناظرون في إيش؟ كفار قريش ناظرون فيهم، يعني اللي ها عمر بن الخطاب موجود، اللي يبغى شيء عمر بن الخطاب موجود. يقول لك فما تحرك رجل واحد من أندية قريش. فطاف الصحابة رضي الله عنهم حول الكعبة وعمر رضي الله عنه وارضى على رأس هذا الصف، وحمزة رضي الله عنه وارضى على رأس الصف الثاني رضي الله عنهم وارضاهم. ومن ذلك اليوم لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بالفاروق. يقول عليه الصلاة والسلام والله يا عمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. ويقول عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم إذ رأيتني أتيت بقدح من لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلته عمر بن الخطاب، فقالوا يا رسول الله ما أولته؟ قال أولته بالعلم. وفي حديث، هذا الحديث كلا الحديثين في البخاري وهذا الثالث أيضا في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم إذ رأيت الناس يمرون علي وعليهم قمص، يعني ثياب، منهم من يبلغ إلى صدره ومنهم من يبلغ إلى سرته ومنهم من يبلغ إلى حقوه ومنهم من يبلغ دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب يجر قميصه جرا. قالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. قال الدين من شدة إيمانه رضي الله عنه وأرضاه.
أيضا من الأمور التي جرت لعمر رضي الله عنه موافقاته لله أو لكلام الله عز وجل في كتابه الكريم، وتعرفون أن هذا وافق كلام الله عز وجل في أشياء كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام في عمر بن الخطاب كما عند الترمذي: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وهو الفاروق، فرق الله به بين الحق والباطل، رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة. ويقول سعيد بن زيد رضي الله عنه: لما مات عمر رضي الله عنه وأرضاه فبكى عليه، فلما سئل عن بكائه قال: على الإسلام أبكي، إن موت عمر ثلم الإسلام سلمة لا ترتق إلى يوم القيامة. وغيرها من مقولات الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يذكرون في هجرته رضي الله عنه وأرضاه، وهذه عند ابن عساكر وعند غيره من أهل العلم، وإن كان في سندها مقال، لكن أنا أذكرها من باب يعني بيان شجاعته، وإن كانت هناك رواية أخرى في صحيح البخاري وهي الأصح، وسيأتي إن شاء الله عز الحديث عنها إذا يسر الله عز في الدرس المقبل. يقولون أنه لما خرج كان معه 20 رجل من المستضعفين من الصحابة، فمر على أندية قريش ناديا ناديا وقال: إني مهاجر للغداة، يعني مهاجر الصباح، فمن أراد منكم أن تثكله أمة فليلحق بي في ظهر ذلك الوادي. الذي يريد أن تفقد أمة وتبكي عليه فليلحق بي بظهر هذا الوادي، وأنا مهاجر الصباح وخلى يحلها يملها من ذا الحين إلى بكرة الصباح. يقول: فما تبعه أحد، ما في واحد فكر ما إيش يلحق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا شيء من سيرته رضي الله عنه. أسأل الله عز وجل تقبل مني ومنكم ويغفر لي ولكم ويعفو عني وعنكم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.